بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني الكرام، وقفنا في قول الله عند قول الله تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أولئك الذين يستهزئون بدين الله، وأولئك الذين إذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يجلسون معه في المجالس ويتلو عليهم ما أمر الله به من الوحي والخير، فإذا قاموا من عنده عليه الصلاة والسلام قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني بمعنى أنهم يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعوهم إلى ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. ولما قال الله تبارك وتعالى هذا ذكر لهم ما ينفعهم ويشفي هذا المرض الموجود في قلوبهم، فقال: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، وهذا هو الدواء الذي به يشفى الناس. وكثير ما جاء في القرآن الكريم من ذكر اليوم الآخر وذكر يوم القيامة وذكر الساعة، جاء في هذا كله من أجل مداواة الناس وإذهاب العلل وإشفاء الصدور من هذا المرض الموجود في قلوبهم. كل الأمراض التي جاءت في النفوس إنما دواؤها التذكر في اليوم الآخر. ولهذا الله عز وجل دائما يقول لنا: من كان يؤمن منكم بالله واليوم الآخر، يا أيها والذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر هو إيمان يدفع صاحبه إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، ويركب فيه الوازع الديني، يركب فيه الخوف من الله والرقابة وهمة الاستعداد لموقف عظيم بين يدي رب العالمين يوم القيامة. ولهذا نحن نذكر ذلك في كل وقت، إذا صلينا نقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعني هو الذي يملك وهو الذي سيدين الناس وهو الذي سيحاسبهم يوم القيامة. فلهذا نقول مالك يوم الدين، نتذكر ذلك اليوم الذي يأتي الناس ويدانون، وهو يوم حساب ويوم عقاب أو يوم جزاء للخير بالخير لمن كان من أهل الخير، فهو إما نعيم مقيم وإما عذاب أليم. فتذكر هذا الموقف إنما يجعل الناس يرجعون عن الغي وعن الفساد وعن الطغيان والغفلة التي هي تطم على القلوب والنفوس في هذه الأيام. ثم قال الله تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. شوف دائما بغتة، والموت بغتة، والساعة بغتة. والساعة إما ساعتك أنت تأتيك، يأتيك ملك الموت من دون مقدمات، كان في العمل ثم مات، كان في الحافلة ثم مات، كان يسوق السيارة وجدوه ميتا، فكان في بيته ينام فإذا به ميت، كان يتناول العشاء مات، كان يغتسل مات، يعني يأتيك الموت في كل مكان، كان يسبح في البحر مات، كان في أي مكان، في غابة، في أي مكان، ملك الموت ما عنده مكان لا يدخله، يأتيك في أي لحظة. مات الناس وهم في طواف، كما مات الناس وهم في الخمر، ومات الناس وهم سجود في بيوت الله، ومات أناس وهم في يسرقون بيوت الناس، يعني هذا يموت هكذا وهذا يموت هكذا، فملك الموت لا يتأخر ولا يعطيك مقدمات. هذه الموت تأتي بغتة، الموت من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وتأتي الساعة كذلك بغتة، الساعة تأتي بغتة اللي هي يوم القيامة، والله عز وجل قد جعلها من مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها أحد إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، كما قال الله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى: ويعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. الله عز وجل هو الذي يعلم منتهى ووقت هذه الساعة
إذا أذن الله عز وجل بزوال الدنيا وإقبال الناس على الآخرة. فهذا البغتة لحكمة واحدة، لحكمة من الله تبارك وتعالى. أولا الحكمة فيها نقاط. النقطة الأولى وهي أن الله عز وجل من قوانين الحياة أنه خلقنا ليبلونا، وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني يبلونا، وش معنى يبلونا؟ امتحان من الله. اجعل الخير واجعل الشر، واجعل طريق الخير ينتهي بصاحبه، يعني يبدأ من لا إله إلا الله، وجعل له شعب الإيمان، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق، وخلى الإنسان هذا يمشي على صراط مستقيم. إذا وصل بهذا الصراط إلى منتهى وصل، إلا من أتى الله بقلب سليم. أتى، مش مشى، حتى أتى، حتى وصل عند الله بقلب سليم، قلب ما دخلت له الفتن ولا عنده شبهات ولا عنده كفر في نفسه ولا عنده بدع يحبها ولا عنده شهوات يدعو إليها، قلب سليم نظيف، وصل عند الله نظيف نظيفا، هذا الجنة. وقلب والعياذ بالله تكدر واتسخ في الطريق وشرب من الفتن حتى صار مسودا، صار أسود، فإذا به يوصل عند الله معفن فيه العفن وأسود فيه الفتن. فلما وصل الله عز وجل ألقى بصاحبه في جهنم، هذا قلب وهذا قلب، وهذا هو الامتحان عند الله. أعطاك رسول عليه الصلاة والسلام، أعطاك الكتاب، وهداك النجدين، وهداك إما شاكرا وإما كفورا، وأعطاك قوة الاختيار، أنت تختار طريقك إما الجنة وإما النار، وخلك في الحياة هذه الدنيا، وأعطاك الشيطان عدو، اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وهذا الشيطان يرانا من حيث لا نراه، هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وهكذا بدأت كما نقولون اللعبة، أو بدأت القضية والقصة بين الحق والباطل، ونحن الآن نعيش في هذه الحياة في امتحان. من وصل سالما نسأل الله يسلمنا وإياكم فهذا قد نجا وأفلح، ومن وصل وهو متعثرا فهذا قد خاب وخسر، نسأل الله العافية والسلام. ومن باب هذه اللعبة، من باب هذه القانون أحسن نسميه قانون الرب سبحانه وتعالى في هذا الابتلاء، هذا القانون تاع الابتلاء هذا، الله سبحانه وتعالى من الأمور من تمامه أنه لازم يجعل لنا الموت أو الساعة اللي هي يوم القيامة تكون بغتة، حتى ما نستطيع بعد ذلك أننا نقول، لأن الأعمال بالخواتيم، ما نقدروش حنا بعد ذلك. لو كان ربي يقول لك أنت تموت 80 سنة أو يقول لنا لينا كامل في سنة كذا وكذا ستقوم ساعة، وش نديروا حنا؟ نفعلوا ما شئنا، وكي يقربوا 6 شهور ولا شهرين، الله غفور رحيم، باب التوبة مازال مفتوح والقيامة مازالها شهرين، نروح نتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر هذا لا يستقيم، يعني ما يجيش مع القانون تاع ربي اللي داره الابتلاء، ما يجيش. فلذلك خلاها لك هكذا بغتة، 3 أشياء تأتي بغتة: الموت ويوم القيامة والعذاب، عذاب الله، عذاب الله لا يستأذن. لذلك أخذ عادا وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم أخذهم بغتة، ما بعث لهم حتى نذير، جاءتهم الصيحة والرياح والقمل والضفادع والخسف والكسف، كل من عند الله سبحانه وتعالى جاء بغتة، لم يأذن الله عز وجل لهم بأن ينتبهوا إلى ذلك قبل وقوعه ببضعة أيام أو ببضعة أشهر، إنما جاء بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، بغتة على غفلة فجأة من دون مقدمات. فما دام أن الإنسان يسمع أن العذاب ممكن الله يغضب علينا ويعطينا عذاب بغتة، وممكن تجيني الموت بغتة، وممكن تجي يوم القيامة بغتة، يعني ما دام هذه الأمور كلها ما عندهاش مقدمات، ماذا تفعل فينا؟ سينبت فينا شيء يسمونه الاستعداد، دوام الاستعداد، دائما واجد. الإنسان يبقى يعمل في الخير ويجهد في الخير، ودائما يستغفر الله، ودائما ينظف ذنوبه ويفعل الحسنات، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، ويبقى الإنسان يتعثر يعمل سيئة يعاود يعمل حسنة يمحيها ويمشي، ويبقى يمشي على هذا الحال. إذا جاء عذاب من الله وأخذ الله عز وجل الناس جميعا، جاء زلزال، جاء أي شيء، نسأل الله يعافينا،
فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام ربي وش يدير؟ يأخذ الصالح والطالح، يأخذ الفاسد والصالح، يديهم كامل، ومن بعدها يبعث الناس على نياتهم كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني لما تشوف أنت جاء عذاب، جاء طوفان ولا فيضان ولا زلزال ولا أي شيء من عند الله في قرية ما، أكيد هذه القرية غضبوا الله، غضبوه، صح فيها الناس صالحين، هذوك الناس صالحين علاه ماتوا معهم؟ هذوك الناس يموتوا موت عادي، ولكن يوم القيامة ربي كي يبعث، يبعث هذو معذبين وهذو ما سالمين. لماذا؟ بنياتهم، بنياتهم. ولكن كاين قانون من عند الله أن المكان الذي يؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر لا يعذب أصحابه. قال ونهلك فيه وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث. كيف يكثر الخبث؟ أنا نصلي وما على باليش بالناس، نصلي ونغلق باب داري كما نقولوا احنا، نصلي ونغلق باب داري ونعرف الصلاة تاعي وخلاص، نعرف ربي وربي يعرفني والحمد لله، وجاري يدخل لنا وخويا يدخل لنا، كاين خوه من باباه ويماه ما ينصحوش ما يهموش، المهم يقول لك انا الحمد لله، وكاين اللي وليده ما ينصحوش وابنك ما تنصحوش، تقول الحمد لله انا تاع الجامع ما على بالوش، بنته ولاده ما يهموش. لازم انت دائما المحيط اللي معاك تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنصح لله، وكيما ربي وفقك وانت انقذت نفسك ونقذك الله عز وجل بالتوفيق من الله، انت حاول دائما تنقذ غيرك، الخير هذاك تلحقه لغيرك. فالمسلم هكذا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ماشي غير امنوا وعملوا الصالحات، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه هي طريق النجاة. اننا احنا اذا وفقنا الله وكنا مؤمنين وعملنا الخير وعملنا الصالحات، ما نبقاوش هكذا نقول الحمد لله احنا خاطينا، هذاك الثاني اللي راهو فيها غارق مسكين يحتاجك انت الذي تنقذه، انت اللي تعطي له الكلمه تنصحه، ذكروا اليوم وتذكروا غدا وتزيد ذكروا بعد غد، ما حبش ينتصح زيد له بعد غد ثاني، ما تقولش خلاص الحمد لله احنا هدرنا معه وهدروا معه غير ما كنت زيد تهدر معه، هذه اياك ان تفعلها، لان القلوب يدمن الله سبحانه وتعالى. لعل الانسان هذا، شوف الرسول عليه الصلاه والسلام لا ييأس من الدعوه ابدا، النبي عليه الصلاه والسلام لا ييأس ويحب الخير للناس، يحب، هذه احنا خصتنا، احنا ما عندناش هذه الا من رحم الله، احنا كي نولوا احنا ربي وفقنا للصلاح نولوا نشوف الاخرين هالكين هالكين ونولوا نديروا معاهم حرب الناس، وهذا خطا. الرسول صلى الله عليه وسلم ياك منافقين، شفت المنافقين؟ انسان كيكون عنده زوج وجوه تكرهه، تولي ما تقدرش تتكلم معاه، هذو منافقين ماشي زوج وجوه، منافقين. واش معناتها منافق؟ هذا ماشي مسلم، داخل كاين الكفر وبرا الايمان، يجي يصلي معك في الصف ويقول لا اله الا الله في وجهك وهو ما يعتقدش باللي كاين اله واحد، هو كافر الداخل، هذو هما المنافقين كفار. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، عايشين مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويديروا في الفتن الصباح والعشيه. لما ماتوا كان يموت احدهم، الرسول صلى الله عليه وسلم نزل له ربي عز وجل ايه، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ منافقين، حنا كي نحكيو على السيرة تاعهم نحبوا نقتلوهم، كون يجونا دوك نقتلوهم. يعني علاه؟ لأننا حنا الشيء اللي يوقع في قلبنا من البغض لهؤلاء المنافقين الذين كانوا يشقون عصا المسلمين وكانوا يخونوا في الرسول عليه الصلاة والسلام يخلينا نكره المنافقين هذا. وهم عند الله في النار. منافقون سماهم الله وأعطاه قائمة للرسول عليه الصلاة والسلام، وكتبها حذيفة بن اليمان كاتب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عنده قائمة حذيفة بن اليمان أعطاها للرسول عليه الصلاة والسلام، قال له هذو كاع منافقين في وسط عايشين على باله بهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وعمر بن الخطاب اللي عنده الإيمان القوي، الرجل الذي بشر بالجنة، يروح عند حذيفة يقول له شوف بالك أنا ماني معاه، يقول له شوف لي تعيش بالك ربما يكتب مع المنافقين، احنا واش نقولوا يا جماعه؟ فاذا الرسول عليه الصلاه والسلام واش قال؟ قال ربي قال لي ما تستغفرش لهم، ما لا تستغفر للمنافقين، وكان تستغفر لهم 70 مرة ما نغفر لهمش. قال والله لو كان نعرف ربي نستغفر لهم 71 مرة يغفر لهم والله غير 71 نزيد وحده ويغفر لهم والله غير نستغفر لهم. يعني شوف الرحمه المتدفقه من رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الأنبياء، وكذلك من يقوم على الدعوة. فكلنا لازم تكون عندنا رحمة تتدفق على المدعوين، وهذا هو الذي فقد في هذا الزمان. لذلك دخل الناس في القيل والقال حتى ما بين العلماء، وحتى من يدعي أنه يتبع الحق ويتبع المنهج السليم ويتبع منهج السنة وأهل السنة والجماعة، وهو فقط على الحق وجماعته هي على الحق، وإن لم تجرح فلانا فأنت معه، ومن لم يكن معنا فهو ضدنا، وغير ذلك. هذا الناس حتى راهم على الحق، حتى ولو كان راهم على الحق، الأصل أن تكون عندهم رحمة تتدفق على المدعوين. ديرني أنا على باطل وروح دعيني خلاص. الآن هما قالك لا تتكلم مع أحد، ما تكلمش مع الناس، يعطوك شبهات لا تتكلم. ويوش ولا إنسان حزب مغلق، يولي إنسان حزب مغلق، تولي تعتقد أنت على صح والناس كامل على باطل. هذا يتكيف ما نقيش عليه السلام، وهذا يشرب الخمر، وهذا زوجته متبرجة ما نقيش عليه السلام، وهذا كذا ما نحضرلوش، وهذا عرضني ما نروحلوش خاطرش عنده أخوه يخدم في المكان الفلاني، وهذا كذا. اسمع، تقعد وحدك أنت، لا تبيع دينك، لا تبيعش دينك ولا تداهن في دينك، وما تطلقش روحك مع الناس تقعد مع لجان، لأنك عندك مروءة وعندك قيمة، ولكن ادخل في وسط الناس وادعوهم، لأن الناس بحاجة إلينا. لما دعيناهم؟ شحنا شكون يدعيهم؟ كيفاش يجوا هاد الناس؟ يجيهم وحي من عند الله يجوا عندنا لهنا؟ لازم احنا ندعيو الناس، تكون عندنا رحمة. الرسول عليه الصلاة والسلام راح عند يهودي راح يموت في الفراش تاع الموت، دخل عنده الدار طفل صغير، دخل عنده الدار وقال له قل لا إله إلا الله، شافوا راح يموت الطفل مريض راح يموت في فراش الموت، قال له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قال له بابا يهودي، قال له أطيع أبا القاسم، دير واش قالك. هذاك الطفل قال لا إله إلا الله ومات. واش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال الحمد لله الذي نجى هذا من النار. أطفال الرسول عليه الصلاة والسلام ارتاح. لماذا؟ لأن أنت ما تتمناش أن إنسان يموت سكران، ما تتمناش أن إنسان يموت على الكفر، تحب الخير للناس، هذا هو الأصل في الدعوة. أول حاجة أن الرحمة تتدفق من قلبك على المدعوين، وتقول مسكين هذاك فلان ما يعرفش المنهج، كما تقول أنت ما يعرفش المنهج مسكين، لازم ندعيه إلى الله، ماشي تجعل بينك وبينه حائط وتعامله معاملة الكفار، لا تفشي عليه سلاما ولا ترد عليه سلاما. هذه مصيبة، هذا مرض بالرؤوس بالأتباع، مرض في القلوب، ونزعت الرحمة من قلوبهم. ويريت كما يقولوا احنا عندنا بالدرجة، يريت الناس هذوما يعرفوا باللي العلماء ربونا. كل ما نروح ندوا إجازة في الأحاديث المسلسلة دائما ندوا الحديث الأول، وشن هو؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وحدثني كثير من العلماء يقولون لنا أن أجدادنا ومشايخنا وعلماءنا يعلموننا، أول ما يعلموننا هو هذا الحديث، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والراحمون يرحمهم الرحمن. وقول الله تبارك، قوله عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم. لازم عندك رحمة تتدفق مع الناس. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما يحرص على الناس، وكان حتى الناس أعداؤه يعيشون معه وهو رحيم بهم عليه الصلاة والسلام. فكان كثيرا من الأحيان يقف موقف الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والسنة الحقيقية أننا نحن كذلك نسير على رحمة مثل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو رحمة على العالمين. إذا كان نصلي كما هو ونقول هاي السنة على الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة، والرأي السنة في الأخلاق، والرأي السنة في الرحمة، والرأي السنة في المعاملة، لازم نكونوا ناخذوه الدين كامل، دين كامل. وهذه أقولها دفاعا عن السنة، وليس كي الناس يقولوا هذا الكلام لن يقول فيها أنا، وهم يريدون الطعن في السنة والطعن في أهل السنة. لا، أنا أقولها من أجل تعزيز المنهج السني حتى نسير حقيقة على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وتشوف بعد ذلك مش الناس يحبوا السنة، لأنه لأنك تقدم أخلاق، تقدم حقيقة هيئة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أنك أنت ما شاء الله شكلك سنة، صلاتك سنة، وضوء سنة، السواك سنة، وهدو ملاح ونتبعوهم، ولي تبعهم هذه الأشياء راه على خير عظيم. وبعد المعاملة وشن هي؟ معاملة بدعة.
في الرحمة بدعة، يعني في الرحمة تولي مبتدع أنت، في الأخلاق تولي مبتدع. كي نهضروا معاك الدين خليها على جهة، يقول لك أنا كي نترون الدين ما كاش، يولي ما عندوش دين. إذا خاصم فجر ما عندوش دين، إذا حدث كذب ما عندوش دين، إذا وعد أخلف ما عندوش دين. الدين وراه غير كي يرفد يده الله أكبر وهذه السنة وهذه سنة. نعم هذوك سنة وهذوك نتبعوهم وندعو إليهم، ولكن خصت سنة، خصت سنة مهمة وأهم من ذلك، وهي رحمتنا بالناس. كم من الناس من يريد أن يتبع السنة ويدعو إلى السنة هاجر والديه، والله ما يهضر مع والديه. عبك شمع أنت باباك ما تهضرش معه، أنت والديك ما تهضرش معهم، يعني عبك هذا شيء، يعني تروح عند واحد سكران هو يكلمك، ما كلمكش أنا على الأمر هذا، سكران يروح يدير لك موعظة على والديك، يعني شيء عظيم رانا رحنا فيه. لماذا؟ لأن فقدنا حاجة مهمة، وهي الشخص نتاع الرسول عليه الصلاة والسلام كاملا. واش كان يتعامل كامل؟ ياك الرسول عليه الصلاة والسلام عنده أدوار، هو أب ولا ماشي أب، وهو زوج ولا ماشي زوج، وهو صاحب عنده صحاب ولا ما عندوش صحاب، وهو إنسان والي، هو الولي تاع المسلمين، وقاضي كان يقضي بين الناس، وكان إمام يصلي بالناس، وكان قائد أركاني، قائد الحرب، كان هو النبي عليه الصلاة والسلام يمشي. يعني إذا كنت أنت قائد حرب راك تلقى الرسول عليه الصلاة والسلام قائد حرب، روح تبعوه تلقاه جدار. إذا كنت أنت إنسان إمام، روح شوفه هو كيفاش كان إمام مع الناس، يعطيك الهدي تاعو تمشي معاه، تمشي به. إذا كان هو إنسان كان أب، أنت تاني راك أب، شوفه هو كيفاش يتعامل مع الأولاد الصغار. حنا واش درنا؟ درنا قالب كباري، درناه نمشوا به دائما. ولهذا شو سبحان الله العلماء واش قالوا؟ إذا كان واحد يجي يدير درس، دوك أنا نجي ندير عندكم درس هنا، ما نقدرش نجي ندير درس هنا سيرفاتمو ولا ندير حاجة ولا ندير درس، ما تليقش يعني ما تليقش. واش كي ندير درس لازم قميص عراقية ونجي بهيئة تاع واحد إمام ندير درس. ولو كان نروح مع ولادي نحوس، واش يقولوا العلماء؟ من خوارم المروءة، يعني ما يليقش أنك تروح ستريكت وأنت تحوس مع ولادك. تخيل أنت واحد مدير لابس البدلة تاعو بالهيئة تاعو وفي المكتب تاعو، وكي يروح مع ولاده يحوس، اداهم للبحر ولا الغابة ولا، ويحوس مع ولاده وزوجته وكذا بهذيك اللبسة تاع المكتب، يكره حياتهم. واحد عالم يدير الدرس للناس، العمامة والبرنوص وما شاء الله، يدير في الدرس للناس ويرفض زوجته يديها مع ولاده ويديهم، ولا يخرج مع أصحابه خارجين في رحلة تاع صيد بالعمامة والبرنوص، تكره حياتك تولي من السطري. على قال العلماء هذا من خوارم المروءة، رايح البس حاجة شرعية تدل على أنك تحواس، رايح تحوس. وهكذا كان العلماء المتأخرين هكذا، غير كيما غير هنا وهنا، العلماء الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم يخرجوا حواسين مع الناس عادي، يلبس لبسة تاع برا تاع برا تاع غابة مع الناس، كل حاجة في مكانها. أنت أب، النبي عليه الصلاة والسلام يمشي على أربعة ويركبوا عليه دراري، وأنت تخيلوا رسول ما عندوش، ما يقعدش زابط روحه هكذا ودير بروتوكول وحابس، بشر هو أب. تعرف شو معناتها أب؟ قالت كان رسول الله، زوجته وش تقول؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازحنا ويلاعبنا، كما واحده مع زوجته ومع أولاده، المرأة تاعو يطيب يقصر معاها في الدار، هذه أب وزوج. فإذا أذن المؤذن كأنه لا يعرفنا، خلاص انتقل من دور إلى دور، كان في الدار ويقصر أب وزوج في الدار يحكي، هذه تقول يا زوجي والأخر يقول يا أبي والأخرى تقول يا أبتي، وهو يعيطولوا له. وش يمارسهم؟ يمارسهم كأنه إمام، كأنه قائد حرب، وش يمارسهم؟ كأنه قاضي، يمارس معاهم كأنه أب وزوج، يمازحهم ويلعب معاهم يحكي معاهم ويطلق روحه معاهم كي يروا في داره. كي يأذن وش قالت؟ فإذا أذن المؤذن كأنه لا يعرفنا، انتقل من مكان إلى مكان. إحنا ما عرفناش، إحنا وش درنا؟ درنا قالب واحد ومشينا به في كل المراحل، وهذه الغلطة اللي درناها. الرسول عليه الصلاة والسلام عنده أدوار، عايش بشر، هو عبد ورسول، عبد الله ورسوله. قولوا، هكذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قولوا عبد الله ورسوله. عنده جهة بشرية وعنده جهة أنه رسول يبلغ عن الله عز وجل، ما يلزمش يغلط،
ماكاش غلطه، لانه الوحي ان هو الا وحي يوحى. وهنا مع البشر يتمارس مع زوجته هذه ويروح مع هذه وكذا ويربي وجهه. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. بشر كما الناس، او عايش عليه الصلاه والسلام، وهو الذي طهره الله في قمه الاخلاق وقمه المعامله. علاه؟ باش يكون عندنا نموذج. اذا حبيت تكون احسن قائد حرب روح عنده هو، حبيت تكون احسن قاضي روح عنده هو، حبيت تكون احسن صاحب وزميل ومرافق للناس في السفر وفي الحضر روح عنده هو. كيف كانت الوفاء نتاعو حتى مع الملائكه؟ راح ياكل البصل، قالوا له حرام، ما حبش دناه، ما حبش ياكله. قالوا له حرام يا رسول الله؟ قال لا ماهوش حرام، ولكني اناجي من لا تناجي. انا يجيني جبريل وبيني وبينه الوحي، نحترمه من ماشي مليح يكون مني فيا ريحه البصل. فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه ابن ادم. عنده صحبه عجيبه الرسول عليه الصلاه والسلام، يحترم كل الناس اللي يحيطون به، يستحي النبي عليه الصلاه والسلام من اصحابه. فلذلك الان هذه الرفقه هذه انت تتعلمها منه، ما تتعلمش منه فقط حاجه واحده، صفه الوضوء، صفه اللباس، صفه الصلاه، والباقي كلها دير على هواك انت وتتعامل كما شئت. لازم كامل، احنا مليح، انت مليحك تحب الرسول عليه الصلاه والسلام وتتبعه، هذا شيء والله نشجعك عليه، شيء جميل ما شاء الله، نقولها لك انك على خير. ولكن يا اخواني الكرام، هذا الدين ما نقدروش، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما نقدروش ندو واش نحبوا ونخلوا الحاجه اللي ما تساعدناش، ما نقدروش. ما تقدرش تكون متدين، متدين ما شاء الله، راك في الصف الله اكبر مع الجماعه في المسجد شباب ما شاء الله، تخرج منها تولي مش متدين، ما تقدرش. وتروح تدخل على زوجتك تولي وحش، تروح الى المعاملات الماليه تولي سارق، تروح الى برا في الشارع تولي انسان تغضب، تخاصم الناس، تسب فلان، يا فلان يا اللي فيك يا اللي كذا، وتسب هذا وتسب هذا. ما تقدرش تكون هكذا. الدين هذا خذوا ما اتيناكم بقوه، يا ندوه مليح يا نقعدوا على جهه. يعني هذا هو المشكل فينا احنا. والمصيبه كما قلت لكم من قبل اننا اهملنا واحد المرحله نحيناها من الحياه، وهي المرحله المكيه التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركز ويبني عليها الاساس. بنى الاساس تاع الامه كامله بالمرحله المكيه. المرحله المكيه وش فيها؟ فيها ذكر الجنه والنار، وفيها البعث والنشور والتعريف بالله عز وجل. فالناس عرفت قيمتها، كي عرفوا ربي سبحانه وتعالى من هو، من هو الله، عرفوه، عظموه، ولو يعظموا الاوامر تاعو. ولذلك يقولون جمال السقف، السقف هذا شتو سقف ما شاء الله، ومتانته يعني القوة تاع السقف هذايا، أنت علاه قاعد ومرتاح؟ فوق ضالة توزن أطنان، وفوقها ضالة توزن أطنان، وأنت قاعد مرتاح، علاه؟ لأنك أنت الآن راك مطمئن للساس تحت. وكان يقولوا لك دوك هذا المسجد ما فيش أساس، تخرج دوك تجري، ما تديش لا مال في السقف. وهكذا العلماء يقولون السقف هذاك اللي تشوف فيه، أنت تجي من البعيد تشوف سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما شاء الله أبو بكر الصديق، ما شاء الله عمر بن الخطاب، كانوا رجال رباهم الرسول عليه الصلاة والسلام. شوفوا حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا أوامرهم وطاعتهم لله عز وجل، شوفوا صلاتهم كيف كانوا يصلون، كيف كانوا يقومون الليل، كيف كانوا يجاهدون، شوفوا شجاعتهم، شوفوا مروءتهم، شوفوا كيف كانت أخلاقهم وعاملاتهم، كيف كان الحياة العامة نتاعهم والحياة الخاصة نتاعهم. ما شاء الله نموذج تضرب به الأمثال. ولكن هذه اللي تشوف فيها انت نتيجه، السيره النبويه هذه اللي تشوف فيها انت في المرحله المدنيه هي نتيجه. لازم تروح من قبل، كيف ربى الرسول عليه الصلاه والسلام الناس، كيفاش كانوا يبنوا في الساس، انت جيت كي كملوا الضاله برك وشفت. ولكن احنا الان لازم منا نبنيو كيما بنا هو. واش دار الرسول عليه الصلاه والسلام؟ كيفاش خدم الساس تاعو؟ نخدموا احنا الساس تاعنا، ونعلموا الناس التوحيد بالطريقه الوعظيه، التوحيد الذي يحرك قلوب الناس، الذي يزعزع الناس إيمانا، اللي يخلي الناس تجري وراء الجنة وتخاف من النار، يخلي الناس تعظم رب العالمين. موش التوحيد الإملائي وفيه تقسيمات فقط، إنما التوحيد لازم نعلمهم توحيد عملي يعيشوا به حياتهم كلها. كي تعلم الناس توحيد الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة الوعظية التي جاء بها القرآن الكريم التي تحرك النفوس، بعد ذلك تقول للناس افعلوا هذه فعل، هذه حرام يقول لك ما نديروهاش، هذه حلال يقول لك نديروها،
يقولوا الناس وحدهم يجوا يسألوا وحدهم، هذا هو الأصل. ولذلك قلنا أن الله سبحانه وتعالى علم الناس أن هذه الأشياء تأتي بغتة، يوم القيامة يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة، العذاب يأتي بغتة، أول حاجة حتى يكون من ضمن القوانين الربانية في الابتلاء. الحاجة الثانية وش هي؟ أنه حتى لا يعكر علينا الدنيا ويستقيم لنا حياة. احنا ربي سبحانه وتعالى قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا التزيين هذا اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، من الذي زين للناس الشهوات؟ هل هو شيطان؟ أم ربي زينه درنا غريزة في نفوسنا؟ من الذي زين؟ التزيين هنا نوعان، إما تزيين قدر الحال وهو غريزة في نفس الإنسان أنه يميل إلى النساء، المرأة تميل إلى الرجل والرجل يميل إلى المرأة، أو الإنسان يميل إلى المال يحب يجمع المال، تحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير، الخير هنا بمعنى المال، لحب الخير لا شديد. فالإنسان عنده غريزة يحب المال، والإنسان يحب الرئاسة، والإنسان يحب البنين يحب يكون عنده أولاد، وسمى البنين هنا الذكور من دون الإناث، لأن غالب الناس يميلون إلى حب الذكور دون الإناث، وهذه غريزة موجودة في الإنسان موجودة. فهذاك الحب هذاك تاع المال والبنين والنساء، هذا الحب هذا أعطانا ربي مقدار وتحطه في مكانه باش تمشي الحياة. لو كان ربي يخليك أنت ما تميلش للنساء وما نميلوش للمال، وش يصرنا؟ نولوا ما تزوجوش، تولي تنقطع الذرية، الأمة ما كاش، تولي أمة ما كاش، كما لو صاير الآن للكور ما يتزوجوش، خلاص الدول تاعهم خلاص، الشعب تاعهم راح خلاص. فالآن احنا باش نبقاو دائما سلالة تمشي وأمة قائمة لازمنا نتكاثر، لازمنا نتكاثروا. فحتى نتكاثر ربي خلق فينا ميول جنسي للآخرين، يعني المرأة للرجل والرجل للمرأة، فهذاك الميول هذاك يخليك تروح ترغب في الزواج فتتزوج وتضع شهوتك في موضعها الذي خلقه الله لك وشرعه لك، فينجب منك ماذا؟ البنين. ولو كان ما عطاكش شهوة البنين تعود ما تطلبش الذرية، تتزوج وما تطلبش الذرية، فأنت مباشرة تحب أن يكون عندك ذرية فتطلبها، فلذلك يصير عندك بعد ذلك بنين. والمال لو كان ما عندك شهوة تاع المال ما تروحش تخدم، تقول أنا وش ندير بالمال ما عنديش ما نحبوش، تولي ما تخدمش وتولي سفيه، يطيح عندك المال تمدو للناس، تولي سفيه ما عندكش عقل. فأعطانا هذاك الحب هذاك تاع المال بصح بالمقدار، مقدار بما نعيشه، مقدار ما نكسبه، مقدار ما نتزوجه، مقدار ما نجيبه الأولاد باش تمشي الدنيا، أعطانا مقدار. هذه زينة للناس حب الشهوات، والمزين هو من؟ الله، يعني أعطاها لنا فطرة وغريزة. كي يزيد الأمر على حده يولي المزين من هو؟ الشيطان. كي يزيد الحد، واحد ما يقولش أنا نتزوج امرأة ونعيش معها بالحلال، يروح مليون امرأة ما يهموش حلال ولا حرام، هنا وش دار؟ يقول العلماء الشهوة كالبنزين تاع السيارة، كما البنزين تاع السيارة، يجي الإنسان يحط في محطة البنزين، يجيب الليسونس هذاك البنزين اللي هو الشهوة، يحطه في الخزانة تاع السيارة، وش يصرى؟ تمشي السيارة، أنت هكذاك لما تحط شهوتك في الحلال تمشي الدنيا، يقولوا أولاد وزوجة وعائلة وتمشي الحالة، تتحرك تروح. ولما تحط الشهوة خارج السيارة تجيب البنزين وتحط في كل مكان، في كل مكان، وش يصرى؟ تحترق السيارة. ولذلك الذي يعيش في شهوة متسيبة لا يبالي بالحلال الحرام يحترق، قال النبي عليه الصلاة والسلام تحترقون وتحترقون فإذا صليتم الظهر أطفأتها، وتحترقون وتحترقون فإذا صليتم العصر أطفأتها، إلى آخر الصلوات، لأن المعصية تحرق صاحبها في النار. فهكذا الشهوات، شهوة المال والجنس والبنين والرياسة وغيرها كلها موجودة، أعطانا ربي مقدار. وتخيل الناس كامل ما عندهم شهوة الرياسة، واحد ما عنده يقول لي باش تحط واحد يحكم فيك ما كاش، وقع الناس تهرب. واحد كي أعطانا هذيك الشهوة هذيك كاين مقدار معين
في بعض الناس الصالحين يقدروا يكونوا هكذا، ولكن لما يكون إنسان يطغى عليه هذيك حب الرياسة يولي يطغى يقتل الناس باش يولي هو الرئيس على هذيك المنطقة أو الملك أو غير ذلك، هو الذي يحكم في هذيك المؤسسة ولا المدير ولا أي مكان، فيولي يطغى، هذاك زاد على حده. وإنما عندنا كل حاجة عطانا ربي فيها مقدار اللي هي الغريزة، ما نحوهاش حنا، ما نحوهاش، ما يروحش الإنسان. الصحابة حبوا واش يديروا؟ يختصون، يعني ينحيوا الخصيتين باش يولوا ما عندهم الشهوة. حبوا قالك نولوا عباد نعبدوا غير ربي برك. سمع الرسول عليه الصلاة والسلام فغضب عليهم غضبا شديدا، غضب النبي عليه الصلاة والسلام. عيش شهوتك في حلالك تدنى تمشي ما شاء الله، إذا فت الحدود تحترق، إذا نحيت الشهوة كاملة تولي في بدعة عظيمة، نسأل الله العافية والسلام. من رغب عن سنتي فليس مني، قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك احنا الآن ربي سبحانه وتعالى باش نبقاو نعيشوا في الحياة هذه والحياة تمشي، واش درنا؟ ما قالناش وقتاش تموت. ولذلك نسأل الله يعافيني ويعافيكم، إنسان يمرض مرض خبيث يجي له الطبيب يقول قالك 6 أشهر تولي الماكلة ما يجوش، ما يقدر يدير مشاريع، يحبس كلش، الحياة تحبس، يولي يفكر فقط واليوم الذي سيموت فيه. لماذا؟ لأنه أخبر بيوم وفاته. لو كان إحنا ربي خبرنا وقتاش نموتوا الحياة تولي مرة ما نقدروش نعيشه. وإنما لما كان عندنا غفلة ما عندناش وقتاش نموتوا، عندنا هذيك الحلاوة أنا ناكل ونشرب وكذا ونمشوا في الحياة، نمشوا الحياة بصح ما نغفلوش، نقولوا ممكن يجينا في أي لحظة باش ما نتجاوزوش الحدود، ناكلوا ونشربوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني ناكلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، نذكروا الآخرة وما على بالناش وقتاش نموتوا، ورانا ناكلوا ونشربوا ونعيشوا في الحياة نتاعنا، نلعبوا مع أولادنا وغير ذلك، ورانا نكبر ونروحوا. لو كان يقول لنا على عام تموت أنت، يجيب لك الأخبار وقتاش تموت، وش يصرى فيك؟ تسماط الحياة، تولي ما تدير حتى مشروع ولا تخدم ولا تتوقف الحياة كلها، توقف يولي واحد ما يخدم، تموت الدنيا كاملة، التجارة تموت والصناعة تموت، يجي عندك خدام داير 10 خدامين 8 يخرجوا، وين راكم رايحين؟ ما نزيدوش نخدموا على 6 شهور نموت وانا على عام وانا على عامين. إلا خبرت الناس بالموت خلاص الحياة، قانون الحياة يروح. ولهذا ربي سبحانه وتعالى جعل لنا عدم الإخبار بالموت لتستقيم الدنيا والآخرة، باش يستقيموا في زوج، جعل الإخبار أو العلم بوقت الموت أو وقت قيام ساعة جعله مجهولا للبشرية جميعا، إنما هو معلوم عند الله فقط، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم قال الله تبارك وتعالى أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وشوف من رحمة الله عز وجل أنه جعل لنا أشراط الساعة، أشراط الساعة كل ما تظهر حاجة إلا والإنسان يزيد يشوف بأن نارنا قربنا، ممكن تقوم ساعة في أي لحظة. وقبل ما نتكلم على الساعة ممكن إحنا نروح قبل ساعة، ممكن إحنا نروح، يعني ممكن إحنا في أي لحظة نمشو. وسبحان الله شفتم يا إخواني الكرام، ولازم نتعظوا من هذا الأمر، هذا شفتم كم من واحد ودعناه في العام الماضي، شفتم لهذا المرض يعني كم فتك بالناس، راح الصغير والكبير على غفلة، على حين غفلة، وجوه والله أذكرها في هذا المسجد الآن غائبة، نسأل الله يغفر لهم ويرحمهم. يعني الناس هكذا راحوا كاين ما سمعناش بهم أصلا، حتى قالوا لنا ماتوا وصار لهم 6 شهور و4 شهور ماتوا مسات الناس وما لقوش اللي يدفنهم، يعني راحوا ناس، جاء مرض الدنس وما نعرف شو راح يزيد يجينا احنا، نسأل الله ألا يفتننا بعده. يعني الحياة هذه علمتنا أن الإنسان ما تقعدش تستنى في أشراط الساعة الصغرى والكبرى يبانت مازال ما بانتش، وأنت حياتك دون ما تعرف، أنت الآن عند قريب ستموت ما تدري. فنفكر أن الموت تأتي بغتة، فقد جاء أشراطه، أشراط الساعة يعني جاءت أشراطها. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا الكلام هذا وقتاش كان؟ هذه فقد جاء أشراط القرآن هذا 15 قرن يا إخواني الكرام، وربي قال فقد جاء أشراطها، يعني إحنا وش نقولوا الآن؟ أو قالنا الساعة قريبة، عنده 15 قرن اللي قالنا قريب تقوم القيامة، إذن إحنا وش حرنا بينا بالقيامة؟ قريب جدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هك دار هك.
قال بعدت أنا والساعة كهاتين. هكذا هكذا. فالدنيا دنيا هكذا، الدنيا تبدأ منها من نهار نزل آدم إلى الأرض هكذا، وتمشي تمشي الدنيا تمشي 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 حتى لحقت هنا بعث الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني وش بقى هذه كاملة من الدنيا حتى جاء الإسلام، من الدنيا حتى جاء الإسلام، وهذا حتى تقوم ساعة. يعني شحال بقى ما بين حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وقيام ساعة؟ غير هاد شوية ما بين الصبع هذا الصفاني والسبابة، بقى غير شوية هذا برك. وهذا الشوية هذا هذه كي كان الرسول عليه الصلاة والسلام نحي منه 15 قرن، شوية هذا زيد نحي منه 15 قرن، شحال بقى لنا بيننا وبين الساعة؟ يعني ما بقي شيء. ونحن نرى الآن الدنيا تدل، الدنيا تحكي تحكي كل يوم تحكي لنا أن الساعة قريب، أن الساعة قريب. ونسأل الله يختم لنا ولكم بالحسنى. قال الله تبارك وتعالى فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. خطاب هذا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا رأس العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وهذه الآية، هذه الآية هذه هي في ذاتها علم كبير. قال الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم فاعلم، يعني تال الأول انت اللي تعلم الناس، اعلم أنه لا إله إلا الله، ما كاش إله مع الله، لا يوجد إله، لا يوجد إله يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. إذن لما تعلم هذا الأمر هذا لازم بعد ذلك تعلم الناس واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا فيه فضيلة للمؤمن والمؤمنة أن النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر له. والصالح إنسان صالح، الإنسان الصالح دائما راه في فائدة كبيرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم احنا لما نشاهدوش نقولوا سلام علينا وعلى عباد الله صالحين. فاحنا قال النبي عليه الصلاة والسلام فما من أحد صالح، ما من عبد صالح إلا وتصيبه دعوة المسلمين. أتخيل شحال كاين من مئات الملايين لأكثر من مليار إنسان ربما راهم كامل يصلون، في كل تشهد كل واحد فينا راه يتشهد أكثر من 20 مرة في اليوم والليلة. يعني كي نحسبوا حنايا الإنسان بالنوافل وغير ذلك راح يلحق حتى 20 مرة أو أكثر من 20. لو الواحد فينا يتشهد فقط 10 مرات في اليوم والليلة، 10 مرات أو 9 مرات ما يصليش النوافل، هذا واحد فقط واحد رايح يسلم عليك ويصلي عليك، بمعنى أنه راح يدعو لك بالسلام والسلم ويدعو لك بالرحمة تاع الله عز وجل تنزل عليك. كل واحد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد صالح إلا وتصيب هذه الدعوة. يعني لما نقول أنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أتقيس جميع الناس الصالحين، ولما تقولها أنت أتقيس جميع الناس الصالحين. يعني تخيل شحال يجيك من خير هذا أنت في اليوم والليلة ما دامك أنت إنسان صالح، ما دام إنسان صالح تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة تؤتي الزكاة تقوم على دينك واقف على دينك ما شاء الله، كل يوم وكل ليل الناس تصلي وتسلم عليك أنت وأنت غايب. قال النبي عليه الصلاة والسلام هو خبرنا، هو قال ما من عبد صالح إلا وتصيبه هذه الكلمة، هذه تقيس كل واحد صالح، تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالمسلم والمؤمن والصالح دائما فيه خير. ولهذا وش قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ولو أنه فيه خلاف، قال عليه الصلاة والسلام من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب الله له بكل نفس حسنة. يعني شوف خير عظيم ولا لا؟ كم من كاين من الناس يعني مليار ونص أنت تستغفر لهم، ولكن مليار ونص ماشي يضرب، كاين الناس ماتت من قبل ولا لا؟ وكاين الناس مازال جايين. يعني المسلمين والمسلمات كامل كامل كامل، الملايير تاع المسلمين والمسلمات ماهوش مليار ونص تاع دوكا برك، هادو الناس كامل انت تدي كل واحد تدي معاه حسنة كي تستغفر للمسلمين والمسلمات وتقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، كي تستغفر لهم تدي انت مع كل واحد فيهم حسنة. فهذا وش يعلمنا؟ وش يعلمنا؟ يعلمنا ألا نكون أنانيين،
دائما يربينا الدين على الرحمة، دائما يربينا فكروا في بعضنا البعض، يربينا دائما أننا نفكر في الأمة، لأننا إحنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الوحيد يوم الحشر يقول أمتي أمتي. هو إحنا لازم نأخذ هذيك الطبع بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام ونفكروا معه في الأمة، ونغيروا على الأمة، ونبكيوا على الأمة، وندعيوا للأمة. هكذا ما نعيشوش أنانيا، ما قدروش، ما كاش إسلام كل واحد يعيش وحده، ما كاش. القانون تاع الدين هو أننا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. بكري ما عندهمش سيمان، حجرة قدام حجرة تربط حجرة، أي قاعدة تضرب إلى يومنا هذا. كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، يتراس. معناته يتراس، يتراس بمعنى نيفو، يتحط على خط واحد ويلصق مع بعضه، ترصه تلصقه مليح ويشد بعضه بعضا. حجرة ما شدت روحها، وحدة ما تشد روحها، وإنما كل وحدة مشدودة بخدها. كيفاش هي مشدودة؟ دائما نقولوا احنا سبحان الله، هذا ما فيش. كيفاش راه مشدود؟ كيفاش راه مشدود هذا البنيان؟ هذا مشدود بالتراس، بالأخوة، وبكل واحد يفكر في الآخر. لما يكون هذاك التعاون والحب بين الناس والرحمة، يزيد الدين حلاوة في نفوس الناس. ولهذا ما عندناش دين احنا تاع كل واحد يعيش وحده، ما عندناش دين تاع ولق باب دارك وما تخمم ولا تشوف لا جارك ولا تعرفه. ولات عندنا حنايا بالنسبة لنا مفخرة، مفخرة إنسان فيرتي كما يقولوا هما، حنا مفخرة لنا أننا يقول أنا ساكن هنا 20 سنة، الله اسم جارينا ما نعرفه، حبيبين باللي خاطيه، حبيبين باللي هو ومليح فرحان، ما يعرفش اسم جاره. اسم جارك احنا ما نقولوا عليك طلع عليه واش يدخل واش يخرج، احنا نقولوا عليك طلع عليه لعله ما عندوش فيش ياكل، طلع عليه لعله مسكين ما يصليش، لعلك تتصاحبه وتديه مسجد، طلع عليه لعل انسان هذا يحتاج احيانا يكون عنده مشاكل تدخل انت بينه وبين زوجته، بينه وبين وليده، بينه وبين بنته، انت تدخل وانت تحكم بين الخاوه، انت الجار باش السر يبقى عندك، انت جار، انت الذي تستره. طلع على جارك لعله يشتهي شيئا موجود عندك ما عندوش هو ولو كان غنيا. اطلع على جارك لعل هذا الجار في يوم من الايام يغيب، انت الذي تتولى رقابه بيته، ماشي انت اللي تسرقه كما رانا نعيشوا درك. فالاصل هذا هو الجار، ماشي تقول لي انا الحمد لله عندي 20 سنه ساكن هنا، ما نعرف حتى واحد هنا والو، ما نعرف، عايش وحده كشيطان. وحنا الدين تاعنا ما يسمحناش هكذا، ما يخليكش تتلصق مع الناس وتدخل روحك ونهار كامل انت لاصق داخل ديور الناس، لا ماهيش هكذا. وانما عيش جار، وعيش اخ، وعيش صاحب، وعيش انسان طيب، وابذل الخير للاخرين، وتكون صح حقيقه مسلم. اذا كان انا نعيش مسلم، نحي عباده الجيران المجاوره، نحيها العباده تاع المجاوره، ما عنديش، لازم نعيش جار، ما نحب حتى جار. والاخوه، انا اخويا ما خلاص مانيش نهضر معاه، عيش وحدي. ولا الوالدين ما نسيلهمش خلاص، دارك معاهم ما حبوش ياخذوا رأي. وفلان سمع حبيت الدين كيما انت، على حسب مزاجك انت. ربي قال للرسول عليه الصلاه والسلام واش قال له؟ فاستقيم كما امرت، يعني تستقيم تتبع الدين كما تجيك الاوامر من عند الله، ماهوش على مزاجك انت، مش كيما تحب انت. ما تقولش انا هكذا داير، انا هكذا، انا كي نغضب هكذا داير، ما كانش هذه، ما عندناش احنا في ديننا. انت كي تغضب لازم تتبع شرع الله، كي تغضب قال اذا اعلم كلمه اذا قالها ذهب عنه الذي هو فيه الغضب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول كما قال، او توضا، او اذا كنت قائما فاجلس، اذا كنت جالسا فتكئ، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. كي كنت تتكلم اسكت، هكذا تتبع دين الله تتربى. اما تبقى انا داير هكذا، انا تعرفني، يقول لي ما انا بابا ما نعرفوش، لا ما تقدرش هكذا، ما تقدرش. الدين تاعك هذا ربي يعطاك امر من فوق، انا اللي راح ندخلك الجنه وانا راح ننجيك من النار، تستقيم كما نحب انا، هكذا قال لك، تستقيم كما امرت كما اعطيتك، ومن تاب معك كامل تدخلوا في الحكايه، تبعوا الدين كما هو. هذا نحب هكذا، حبينا ما حبيناش كاين طريق واحده اخرى، ماشي مشكل، لازم هكذا نفهموها هكذا. ماشي احنا رانا دايرين مزيه في الله، ندو واش حبينا ونخلو واش ما حبيناش، ما نقدروش هكذا. يقول لي ماشي دين هذا، يقول لي هذا لعب والهوى، افرايت من اتخذ الهه هواه، يقول لي الهوى هو ربي، هو الرب تاعنا، ما يقوليش ربي الله هو ربنا، يقول لي الهوى هو ربنا من بعده. ونسال الله العافيه والسلامه.
قال الله تبارك وتعالى فاعلم أي محمد، لأنك أنت الرسول عليه الصلاة والسلام، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي رأس العلم، هي الرأس تاع العلم. وش معناتها فاعلم أن لا إله إلا الله؟ أن لا إله إلا الله، فاعلم أن لا معبود بحق إلا الله كما شرحناها، وكل علم لازم يدخل يخدم لا إله إلا الله. كل علم أنت تصلي من أجل إقامة لا إله إلا الله، وتقيم حياتك اليومية هذه من أجل لا إله إلا الله. يعني كل حاجة، كل علم نتعلموه ما فيش لا إله إلا الله، ما يخدمش لا إله إلا الله، فهو لغو بعيد خاطينا مش تاعنا، يعني يولي تاع دنيا وخلاص، دنيا وهكذا. أما العلم الحقيقي هو ما كان للا إله إلا الله. تعلم الفقه، تعلم الوضوء، الصلاة، تعلم الزكاة، كلها من أجل ماذا؟ من أجل بشرك لا إله الله تقوى، تولي قوية، لأن لا إله الله هي الأصل في قلوبنا، وهي التي إذا قلناها واعتقدناها وأخلصناها، من مات من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أخبر من أمتي من رأى هذا الحائط أن كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله، يخرج من النار. يعني تخيل هذا، أن لا إله إلا الله هي عبارة عن شفاعة، وعبارة عن حصن من النار، من الخلود فيها، فهي في بداية الأمر هي نجاة. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولها، قول لا إله إلا الله تفلحوا. نعمة لا إله إلا الله عظيمة يا إخواني الكرام، فاصلة بيننا وبين أهل الكفر، هي التي تفصل الإنسان عن الكفر والخلود في النار. كونك الحمد لله عشت في مجتمع وانت تقول لا إله إلا الله، نعمة عظيمة لما تعيش في وسط الكفار وتشوف ناس في الثمانينيات والتسعينيات يعدون أيامهم حتى يقابلوا الله، وخدم حياته كلها بعدين يخلد مسكين في النار، وانت تقول الحمد لله، انت تقول لا إله إلا الله الصباح، تقول العشية، وهذيك لا إله إلا الله أقل شيء تنجي الإنسان من الخلود في النار، مهما كان عنده معاصي وعنده كذا، المهم يقول لا إله إلا الله تنجيه من عذاب النار. وقال الله تبارك وتعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. علاش استغفروا؟ لأن الإنسان مهما استقام على طاعة الله لازم يطيح، يطيح، بشر، بشر ضعيف، المعصية موجودة فيها. ما دام ربي ما قالكش لا تذنب، لأنه يعلم أنك بشر ستذنب، وإنما أعطاك حاجة واحدة، أنه غير تغلط استغفر، تستغفر لأمرين اثنين، تطلب المغفرة من الله، والمغفرة ماشي كيما اسمح، كي تقول يا ربي اغفر لي، ماشي كيما تقول يا ربي اسمح لي، يا ربي اسمح لي معناتها ينحي لك الذنب، ويا ربي اغفر لي ينحي لك الذنب ويسترك، زوج أمور. المغفرة هي تكفير الذنب، ينحيه لك، يمسحه، ما عندك حتى ذنب كمن لا ذنب له، ويزيد يسترك بينك وبينه، واحد ما يعرف. وهذه النعمة، أنك مستور ومغفور لك، صلى الله يديم علينا وعليكم الستر. فهذا المغفرة هي ما تقولش يا ربي اسمح لي، يا ربي اسمح لي، كاين ناس يقولوا يا ربي اسمح لي، لا، تقول يا ربي اغفر لي، قادر يسمح لك ويفضحك، وإنما الله ستير، يحب الستر، أنت تدعوه تقول يا ربي اغفر لي. هذا الأدب مع الله، أنك تدعو بالمغفرة أحسن من أن تدعو تقول يا ربي اسمح لي. وإحنا بيناتنا كي تقول ما تقولش غفرت له، تقول سمحت له، لأنه الستر ماهوش في يدك، في يد الله. على هذيك أنا أقول لك خلاص سمحت لك، أقول لك سمحت لك، بصح الستر أنا نساترك من عندي، دوك ربي لا فضحك ولا هذيك، بينك وبين الله، ربي يديم عليك الستر. أما أنا اسمح، ما نقولكش غفرت لك، لأن الستر ماهوش بيدي، ماشي أنا هو الستير. الستير من هو؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا إحنا كي نطلبوا من عند الله، ما نطلبوا حاجة زايدة مع سماح، وشن هي؟ الستر. ونقولوا له اغفر لنا، شوف كلمة اللغة العربية شحال مليحة، كلمة واحدة تجمع لك بزاف المعاني، كلمة واحدة، باش حديث قليل مع الله، اللهم اغفر لي، استغفر الله. لما تقول استغفر الله معناتها يا ربي نطلب منك المغفرة. فالاستغفار شيء عظيم، الاستغفار. قال النبي عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، من كل ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. يا من يشتكون الناس اليوم الغلاء وتوقف التجارات وتوقف السوق وانتكاس العمل والوظيفة، ويشتكون انحطاط الدينار
ويشتكون هذه المرحلة التي فيها تكدس السلع وغيرها، اكثروا من الاستغفار، اكثروا من الاستغفار، اكثروا من الاستغفار. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من لزم، وش معناتها لزم؟ في كل لحظة. وين الدور؟ وين الدور؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. وين الدور؟ استغفر الله. جعل له الله من كل هم فرجا. هذاك الضيق اللي رانا نحسوا فيه ورايحين حابين نحيوه بالكاشيات وبالخمر ونحيوه بالموسيقى ونحيوه بالمحرمات ودرنا كلش وما زال قلوبنا ضيقة. هذاك الضيق هذاك بالاستغفار يروح. جعل الله عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. لأن الدنيا، الدنيا ماشي المساحة تاعها هي اللي موسعة علينا، على حساب واش تعيش أنت. من ذاك كي تكون فرحان وتكون سعيد تحس الدنيا واسعة، وكي تكون حزين متضارب مع الناس وحزين وعندك مشاكل تحس الدنيا ضيقة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: في الذين خلفوا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. على حسب النفس تاعك، لما تكون مليح ما شاء الله تحس الدنيا 200 متر تحسها 2000 متر، ولما تكون انت قلبك داخل الإخلاص مغلوق راك عندك مشاكل وعندك هموم يحطوك في مليون متر تحسها متر واحد ضيق. لأن الحياة، الحياة تاعنا احنا تكون مليحة بحسب نفوسنا لا بحسب الواقع، بدليل جدودنا كانوا يمشوا بالحفا كانوا سعداء، وإحنا اليوم المكيفات والسيارات و الضحكة راحتنا من واش؟ بعدنا عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا الاستغفار إذا لازمته تلازمه، وش معناتها لازمة؟ لازمة معاك في كل لحظة. استغفر الله، خليه دائما معاك في النفس، يمشي معاك، خليه ربي نفسك على الأمر هذا. دير في بالك باللي راك تقضي في الصلاح مع رب العالمين دين ودنيا، يعني الهم ينحيهولك والضيق يوسعهولك ورزقه من حيث لا يحتسب. ما ديرهاش كاع حسابات كيفاش تجي، ما تعرف لاش كاع كيفاش تجيك وحدها، وتقدر يكون الرزق ماشي لازم يدخل لك ملايره. دير في بالك باللي العافيه من اعظم الارزاق. لو يبتليك الله بمرض تولي تسلف وتبيع في رزقك وتداوي وما تبراش بالك، يعني دير في بالك باللي العافيه راهي رزق، راه دراهم ويدخلوا العافيه. راك في نعمه، ما عندك مرض، سياره ما رايش معطله، البيت الحمد لله ما وش يدخل عليه الماء ولا شيء، لا باس عليك، ما عندكش حاجه تصرفها. يبتليك الله بحاجه من هؤلاء من هذه الشوفات تروح تسلف هاي السياره. قال لي الخدام وش دير لها؟ تخليها نص؟ وش دير لها؟ تروح لازم تجيب الدراهم منه تخدمها باش تمشي. كنت في عافيه عشيت خرجت 25 مليون، هذيك العافيه وفرت لك 25 مليون. يمرض انسان ملايير، احيانا ملايير ناس مرض، ملايير مساكن الناس، ولكن احنا والله ما نقدروا نعمه العافيه، ما نقدروهاش نعمه العافيه. ولهذا تشوفنا نضجروا نتسخطوا، عندنا الكلام تاعنا فيه السخط بزاف، ما نحمدوش الله سبحانه وتعالى. يعني كلمه الحمد لله لازم نخرجوها من قلوبنا ونحمد الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام نقوله ليس دفاعا على احد، وانما نقوله تربيه ايمانيه. ورزقنا ما ينحيه لك واحد، ما ينحيه لك حتى انسان. اذا كان كتب لك الله شيء الزم الاستغفار، يفتح عليك الله، الزمه بصح ماشي مره واحده، الزمه. لانه كي تقول مره واحده، قال الرسول عليه الصلاه والسلام: مثل ذنب المنافق كذبابه حطت هكذا ودار لها استغفر الله. تقول يا ودي قدر استغفر الله خلاص واحده وراحت خلاص. وانما المؤمن وش يدير المؤمن؟ المؤمن دار ذنب واحد يستغفر له مليون مره. علاه؟ لانه يعرف ربي وحشم منه، استغفر الله، بالك ما سمح ليش استغفر الله، بالك ما سمحش نزيد استغفر الله، ويبقى دائما استغفار. هو سمح له وهو راه يزيد يطلع عند ربي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. رب ذنب ادخل صاحبه الجنه، هو سمح له في الاولى وهو ما على بالوش، بصح ما تعرفش انت سمح لك ولا لا، تبقى طمع في ربي واستحيت من ربي نزيد، بالك ما سمح ليش استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وتبقى تزيد وهو سمح لك وراك هذيك استغفر الله كاع زياده طلعت بهم عند الله في المرتبه. وهكذا المؤمن لا يشبع من ذكر الله سبحانه وتعالى، لا يشبع، دائما الذكر ما فيش شويه، يذكرون الله ذكرا كثيرا كثيرا، دائما ذكر الله كثيرا. نكمل بعد الاذان ان شاء الله.
ثم قال الله تبارك وتعالى بعدما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، قال والله يعلم متقلبكم ومثواكم، يعني حركاتكم تصرفاتكم الغدو والرواح، إنسان رايح صباح يجي العشية يتكلم كلمة يسكن سكون، الحركة والسكون الله يعلمها، يعلم كل شيء. وهذا ما نسميه إحنا بما يسمى بتعزيز الرقابة الإلهية في النفس الإنسانية عن طريق القرآن الكريم. ربي سبحانه وتعالى كاين آيات كثيرة يتعامل معك ويذكرك باللي كاين مراقبة عليك، لازم هذيك المراقبة كي تلقاها في القرآن، كنت تقرأ في القرآن وتشوف كلمات فيها البصير السميع بما يعملون محيط بما تعملون بصير خبير بما تعملون عليم بما يعملون، كي تشوف هذه الكلمات اعلم بان هذيك واحد كنت تمشي مع واحد تقول له نحرق الفيروز ولا لا، يقول لك كاين كاميرا هنا، هذيك كاين كاميرا هنا، هذيك مراقبه يسموها. ولذلك المراقبه وش يسموها؟ المراقبه هي حارس النفس عن التمرد، مش ما تمردش النفس، مش ما توليش متمرده، كي يتذكر المراقبه يتذكر الكاميرا يحبس. ولهذا كاين الناس لما يشوف الانسان لافتة تاع المرور إشارة المرور ويشوف نحبس ما نحبس، يقول لكم هنا يسقم روح، يقول لهم هنا أو هنا المطار أو هنا كذا أو هنا الشرطي، وش يدير؟ يسقم روح الإنسان، ولا كاميرا ولا رادار ولا كذا، دائما وش يسموها هادية؟ يعيطوا لها مراقبة. هذيك المراقبة تخلي النفس اللي موالفة تتمرد ما تمردش. ولهذا ربي لما علم أن عباده عندهم غفلة أحيانا، إحنا ننساو ربي أحيانا، ننساو في كثير من الأحيان ننساو الله، ننساو بلي ربي موجود أصلا، وش نديرو؟ نروح نديرو المعصية. لو كان نذكروا دائما بلي ربي موجود ما نديروش معصية. على ذيك قال لنا، وش قال لنا ربي؟ قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. اسمع، لو كان يتذكر صح ألم يعلم بأن الله يرى في هذيك اللحظة؟ مستحيل يديرها، مستحيل. هو في هذيك اللحظة خلاص جاء الشيطان وجاءت الشهوات غمت كلش، هذيك اللحظة انسى الله، انساها، وش دار؟ ارتكب المعصية. بعدها كي يروح هذيك يعاود يولي العقل، تم المطلوب منه المغفرة استغفار، يعاود يرجع لله عز وجل. ولهذا الإنسان لما يكون يقرأ القرآن الكريم تلاحظ أن أحيانا الله يقول لنا روحوا هاي طريق ودير في بالك بليك معسوسة هكذا. وش قال الله عز وجل في سورة هود؟ وإن كل لما ليوفينهم ربك أعماله، كل واحد من هذا الناس رسول ومرسول، وكل واحد يوم القيامة ليوفينهم. وش معنى ليوفينهم؟ هذا ما لميتهم لك تاعك هكذا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، يوم القيامة يعطيها لك. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. خدمتك تاعك انت، أعطيتهم لي حسنات أعطيتهم لك، أعطيتهم لي سيئات أعطيتهم لك، ما زدت لك والو، ما زدت لك حتى حاجة. لو كان ربي يحب يزيد لك كان يسأله؟ ما كانش يسأله، ولكنه حرم الظلم على نفسه، يعطيك تلقى سيئات مليار سيئة، الله يعافيني ويعافيك يلقاها مليار سيئة، ما كانش مليار واحد، ما يزيد لكش ما يظلمكش ولا يظلم ربك أحد. قال إنما هي أعمالكم يوفيها. كلمة يوفيها فيها بعد من القرآن الكريم، رأي تعلمك باللي مين جابها، كيفاش عرف هذه السيئة؟ معناتك معسوس. وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. واش معناتها الخبير؟ والخبير وش معناتها؟ معناتها يعلم ما كان وما لم يكن، كيف لو كان يكون، ويعلم الكيفية كيفاش راح تكون هذيك الحاجة، كيفاش تكون، يعني الواقعة اللي ما وقعتش لو كان توقع والنتائج تاعها يعلمها، بصح ما وقعتش وما توقعش هذيك الواقعة، بصح لو كان توقع بها بالنتائج تاعها بالخلفيات تاعها الله يعلمها سبحانه وتعالى. وخبير بعباده كيف يفكرون ظاهرا وباطنا، خبير بهم سبحانه وتعالى. فهذه الخبرة تفيد أن الإنسان ما يقدرش، عنده القلب دياله معسوس والبرة الجسم معسوس، كلها حراسة رقابة ربانية من الله سبحانه وتعالى.
هذه وش تدير؟ تخلي الإنسان يمشي في الطريق ولا يعوج. ولهذا الله عز وجل لما يأمرنا بالاستقامة، يأمرنا بالطاعة، يقول لنا بأنكم تحت رقابة ربانية، وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. يعني راه ينظر إليك ويبصرك في حركاتك أنت والمؤمنين ومن تاب معكم وكل الناس، الخلائق كلها تحت رقابة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل حتى يؤكد هذا ماذا قال؟ إن الله قد أحاط بكل شيء علما، بكل شيء، بكل شيء. حتى أنت ما يجيك حتى سؤالك تقول وهذيك يعرفها، ما تقدرش تسألها، هذه ما تقدرش تسألها، تجاوب عليك هذه الكلمة بكل شيء عليم، بكل شيء محيط، كل شيء. يعني كاين إحاطة ربانية بالعلم والقدرة من الله سبحانه وتعالى. لما تعرف روحك أنك معسوس ومحاط والله يحرسك في كل مكان، تتربى أنت على الرقابة بينك وبين الله وحدك، تعس روحك في وظيفتك، ما كان له يبوانتي ولك تجي على 10 ولا على 9 ولا على 8، بينك وبين الله. ولذلك المتدينون، كم من إنسان فيه التدين فيه الخير، إنسان عنده الوازع الديني، والله يجوا لينا ولا يروحوا عند أهل العلم ويسألوك، يقول لك أنا يا غبت يومين، كنت مريض غبت يومين وسجلوهم لي باللي كنت حاضر، هذوك اليومين حبيت نتخلص منهم. وكاين الناس يغيب حياته كاملة وهم الناس تسجل فيه، سارق يأكل حرام. وكاين الناس يخاف الله، يقول لك أنا يا كاين بعض الأيام جيت متأخر على 10 وما فاقوا ليش كيفاش ندير هذوك زوج سوايع كيفاش نتخلص منهم. علاه؟ هذا الإنسان واحد كيما هذا مخلص، شكون رباه؟ الدين هو اللي رباه. لو كان يحب يتفلت لك يهرب لك على واحد على زوج ما تفيقلوش، لانه كاين حاجه تبني لك امه. وش هي؟ الوازع. الناس يتربون بالوازع والرادع. الوازع هو الايمان تاعنا، يخلينا نتربوا متربيين في كل حاجه، يخليني حتى باش نخرج هكذا حاجه نرميها من نافذه تاع السياره ما نقدرش، ديني ما يسمح ليش. الدين يقول لي العكس، إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، ما يسمح ليش ديني. ثم وزيد لي القانون، ماشي غير نتسقم، يعني الوازع هو الدين والرادع هو القانون، والأمة تتسقم بمجموع الأمر. ما نقدرش نكونوا علمانيين باش نتسقموا، ما تقدرش. اسمع، كي نولي حيلي معك نلعبها لك كيما واش عندي الدين، نولي نلعب لك مين تحب، ما تفيق ليش، ما تقدرش تفيق لي. ثم هذاك دير لي اسبيكسيون مفتشين نرشيهم، والمفتشين هذوك يرشي واحد اخرين، وهكذا تولي خلوطه من بعد كيما رانا عايشين. علاه ما عندناش الدين الوازع؟ ما كاش حاجه تخوف، ما كاش حاجه تخليك تستحي من الله، ما كاش حاجه تخلي الانسان يحاسب نفسه بنفسه. قول لك انا يا خويا خدمتي ولو كامل خدامي اللي معايا ما خدموش، يا خويا انا الحمد لله باش نوكل اولادي الحلال ويخرجوا صالحين وندي العمل تاعي من 8 ل 4 ولا 8 ل 5، هكذا اتفقت في العقد نتاع العمل، والله رقيب عليا. وفي صلاتي الله رقيب عليا، ماشي كي نصلي هنا في الجامع قدام الناس ركعتين ما شاء الله الله يبارك، كي نروح للدار نقرها نقرا، كاين رقيب مع الله سبحانه وتعالى. لما نكون ننصح في انسان الله رقيب نيتي وشن هي، لما نكون نتكلم مع انسان في حاجه معينه الله رقيب على نيتي. لما تكون الرقابه نتسقموا ولا ما نتسقموش؟ نقول له ما شاء الله تعيش في راحه. الرسول عليه الصلاه والسلام رفع هذاك المستوى تاع الرقابه في الناس، رفعوا. فماذا وقع؟ وقع أمن قومي شامل في العصر النبوي عند المجتمع المدني، عند مجتمع النبوة في عهد الصحابة رضي الله عنهم. ولا أمن ما كان لا شرطة ولا كان سجن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أمن شامل رغم أن الأمة كامل مسلح، يعني الشعب كامل مسلح. تخيل الشعب كامل مسلح وشعب كامل آمن، وما كانش شرطة، ما كانش جيش، ما كان والو، الشعب كامل عنده السيوف عنده السلاح وعايش وامن. تمشي وقت ما حبيت، يخرج النساء الى صلاه الصبح يصلوا ويعودوا في راحه تمام. علاه؟ لانه كاين حاجه هي القاعده الاصليه في امن وامان الامه، وهي الوازع الديني، التربيه الايمانيه، غرس الرقابه في الناس، النشأ هذا الشباب والذريه والفتوه، هذا مرحله الفتوه اللي يسموهم احنا المراهقين وغير ذلك، اللي ولا شبابنا الان قنبله في بلدنا. هذا الان شباب هذو باش يترباو لازم دير له رقابه كما دارها لقمان في ابنه، يا بني انها ان تك مثقال حبه،
يعني دير في بالك باللي الله راه ينظر اليك، حط له الرقابه ما كان تعسوا التليفون وشو يدير داخل التليفون، خلاص راه مع ربي. خاطر شوف بعد كنت تموت انت يتعوج هو، كاين واحد ما يموتش يبقى يعس فيه هو الله سبحانه وتعالى. فالرقابه الالهيه، تربيه الرقابه، هذا منهج قراني يمشي معنا دائما. ولذلك قال والله يعلم متقلبكم ومثواكم، يعني راكم تستقيمون وتؤمنون وتشهدون ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ديروا في بالكم بل يراك الان انت تحت رقابه ربانيه شامله. الله يعلم ما يوسوس به نفسك، توسوسك نفسك الداخل وصدرك، الامر هذا كديره مخلص ام للرياء ام السمعه ام عندك مصلحه دنيويه. راك تمشي في طريق مستقيم، اذا تحبيت تتعود تشوف بان الله يراك، الم يعلم بان الله يرى. فلما تستحضر هذه الاشياء كامله نولوا ما شاء الله في اخوتنا وفي صلاتنا وفي اعمالنا وفي وظائفنا ومع ازواجنا وذريتنا وفي اسرنا، تولي الحياه في كل النواحي تستقيم. علاه؟ كل واحد عاس نفسه. احنا واش درنا؟ نحينا الرقابه الربانيه ولينا نعسوا بعضنا البعض. وليت انا ماشي يحرسني الله ويعسني الله، وانما انا نعسك، انا هو الاله انا نعسك. واش درت واش عملت؟ وافضحك لا استرك، افضحك لا استرك، ونتتبع عورات بعضنا البعض وعشنا فيها مجيا، نسال الله العافيه والسلامه. وسبب ذلك كما قلنا في بدايه الدرس ان الرحمه نزعت من قلوبنا، ولينا لا نرحم بعضنا البعض. لذلك فسدت كل القوانين التي ينبغي ان تكون في الدعوه الى الله وفي العلم الشرعي وفي العبادات وفي المعاملات وفي الاخلاق وغير ذلك من نواحي الحياه. نسأل الله أن يبصرنا وإياكم بالعيوب، وأن يغفر لنا الذنوب، وأن يوفقنا وإياكم لأن يكون آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، واستغفر الله العظيم رب العرش الكريم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الدرس القادم إن شاء الله يكون بعد غد يوم الأربعاء إن شاء الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.